الصليب وقفت أمه وتلميذه الحبيب يوحنا ابن زبدي يعتصرهما الحزن والألم، وهما يودعان يسوع للمرة الأخيرة. ولكن السيد المسيح أبى أن يغادرهما قبل أن ينير قلبيهما بروح الأمل والرجاء، ملتفتا إلى أمه قائلا لها: يا امرأة لا تحزني، فهو ذا ابنك، مشيرا إلى يوحنا. ثم التفت إلى يوحنا قائلا له: يا يوحنا هذه أمك. ومن تلك الساعة أخذها التلميذ الحبيب إلى بيته، وعاشا سويا في بيت واحد في مدينة أفسس. أبتي بين يديك أستودع روحي، لأقوال ربه فآمن واقتنع.
الإمبراطور تيتوس فيلافيوس دوميتيانوس الرب والإله. أمروا جميع من هم تحت سلطة قيصر بضرورة رص الصفوف وتوحيد الأهداف لمواجهة الأخطار والتحديات التي تعصف بالإمبراطورية الرومانية وخاصة من المنطقة الشرقية. وعليه أصدرنا نحن الإمبراطور دوميتيانوس قرارا يقضي بضرورة عبادة شخصي الكريم كرب وإله إلى جانب عبادتكم لآلهتكم المحلية، وذلك لإيجاد ما هو مشترك بين أبناء الوطن الواحد وبناء الأمة. وكل مواطن صالح يؤدي فروض العبادة وطقوسها داخل المعابد المنتشرة في أنحاء البلاد ساجداً إلى صورتي مقدماً لها البخور سينال وثيقة مختومة بختمي المبجل تثبت ولاه لسيده وربه دوميتيانوس. وكل من يتوالى عن تنفيذ هذا القرار ولم ينل ختمية فستقطع عنه الأرزاق، فلا عمل له في صفوف الجيش ولا تجارة ينتفع بها. وأما من عارض هذا القرار فلن يرى مني شفقة أو رأفة، وسيكون مصيره المنفى والسيف، وسأسكب عليه كأس غضبي ولن أرحم أحدا. هذا القرار صدر من فمي، لذا يجب أن يعمل به بالحال. ربكم وإلهكم المعبود من له الحكمة والمجد سيدكم ومخلصكم تيتوس فيلافيوس دوميتيانوس. يا
رسمة الحياة، لكن في ظلمة الليل في عتمة الحياة صوت يسمع، أمل يرجع، صوت يسمع تتألم، لكنها في النور تصبر بين ضعف إيمان وقلة صلاة، تنهض من جديد أقوى من الشرور والألام في وجه والألام في وجه الطغيان، في وجه الطغيان، في وجه الطغيان. أبت يد الشر أن تترك يوحنا في سلام، فبعد أن عارض توجهات الإمبراطور دوميتيانوس تم نفيه وسجنه في جزيرة بطمس القريبة من السواحل اليونانية، دافعا ثمن شهادته وثباته بالمسيح. وهناك على تلك الجزيرة النائية حيث لا رجاء ولا أمل، أضاء نور الله على يوحنا يعزيه ويطلب منه أن يثبت إخوته المتألمين معه وإخوته الحاضرين هنا في كل زمان وفي كل مكان. رغم انكتام الضوء وضياع الأنفاس، رغم انعدام الأمل والسجن والحراس، محاصرا بالشوق واللوعة والحنين لشعب أحبه ورعاه من سنين. انكتام الضوء وضياع الأنفاس، رغم انعدام الأمل السجن والحراس، محاصرا بالشوق واللوعة والحنين لشعب أحبه ورعاه من سنين. في عزلتي مغارة محفورة بالصخور، أتاه نور البشارة المجيد، فراح يغزو الصلب
بعد التهليل هللوا للرب عمانوئيل وصوت الملائكة يشدو التهليل هللوا للرب اكتب اكتب الى ملاك الكنيسة التي بفيلادلفيا مدينة الصمود والوئام رمز الثبات ومرفأ الامان وعلامة حب الله الانام اكتب اليك ما يقول القدوس الحق من عنده مفتاح داود من يفتح فلا احد يغلق ويغلق فلا أحد يفتح إني عليم بأعمالك ها قد جعلت أمامك بابا مفتوحا ما من أحد يستطيع إغلاقه لأنك على قلة قوتك حفظت كلمتي ولم تنكر اسمي ها إني أعطيك أناسا من مجمع الشيطان يقولون إنهم يهود وما هم إلا كاذبون ها إني أجعلهم يأتون ويسجدون عند قدميك ويعترفون بأني أحببتك لقد حفظت كلمتي بثبات فسأحفظك أنا أيضا من ساعة المحنة التي ستنقض على المعمور كله لتمتحن أهل الأرض إني آت على عجل فتمسك بما عندك لئلا يأخذ أحد إكليلك والغالب سأجعله عمودا في هيكل إلهي فلن يخرج منه بعد الآن يوحنا يوحنا أين أنت يا يوحنا؟ يوحنا لماذا ترحل عنا بنظرك؟ انظر انظر إلى ما نحن فيه يا يوحنا. ماذا أكتب؟ ألا ترى ما وصل إليه حال العالم وحال البشر؟ يا رب من أنا لتخطفني بالروح؟ يوحنا إن الوضع يزداد سوءا يوما بعد يوم والمضطهد يزيد الضربات على أبناء الله. يا رب من أنا لتسكب على قلبي الحزين نعمك الغزيرة وتقيمني من سحقة اليأس والقلق على جماعات باتت في خطر لم نعد قادرين على العيش وسط كل هذا القتل والدمار ولا مفر لنا إن عدونا يحيط بنا ويكيل لنا اللطمات من كل صوب خطفا وإهانة يسبي النساء والأطفال والشيوخ يقطع الرؤوس ويذبح ويشرد البشر يا من كلمتك مصباح لخطاي يا من وجهك شعاع كياني واختراق وجداني وانتعاش سؤال المضني فانعشني وجردني وانفني وانفني إلى أبعد مكان كي أكتب وأكتب حبك مدى الأزمان الفقر والجوع والتمرد والإلحاد اسمعني يا يوحنا يوحنا ما بالك تكلم نفسك هائما إلى متى يبقى الله بعيدا عنا وصامتا أين أنت يا الله؟ لما لا تأتي وتخلصنا الآن؟ لقد نفض صبرنا أين أنت يا الله؟
أين؟ طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال هذه النبوءة ويحفظون ما ورد فيها، لأن الوقت قد اقترب. يا رب، يا رب، من أنا لأكتب رسائل شوقك لمن خلصتهم بدمك الثمين؟ يا رب، من أنا لترسلني؟ لست سوى الشاهد الصغير المتكئ على صدرك منذ أن كان الحب الأول بيني وبينك. أنا النبي المضطهد من أجل اسمك، أنا عبدك الأمين المتألم بألمك، الذي شرب وارتوى من نبعك الحي. سأكتب أيها الممسك بيميني، سأكتب أيها الممسك بيميني، ولكن يا رب ماذا أكتب؟ يا رب ماذا أكتب؟ سأكتب لمن تحبهم وتتوق لرؤية وجههم مضاء في سمائك. سأكتب للحاضرين هنا في هذا الزمان وهذا المكان. فأنت يا يسوع، أنت الآن هنا حاضر بيننا وسط الهلاك ووسط الخطايا من عمق عذابنا وضنانا. أنت يا من قلت: إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم. أنا يوحنا شريككم بالمحنة والثبات والملكوت. سأكتب للمسجونين والمعذبين الجالسين أمامي في مسرح الحياة، يترقبون النهايات لكي تكون أنت الكلمة الأخيرة في حياتهم كما أنت في حياتي. أنت حياتي. سأكتب قصة صليب تمجد وشعب تمرد وشعوب لآلهة العصر سجدت وأناس في الخطيئة سقطت. سأكتب لمن تشعوذ وابتلى بالدجل والظلام. سأكتب لمن أضماه الحب ثم هجر فأضحى حطاما على صخور الرغبة والحرمان. ارحم نفسك يا يوحنا، ألا زلت تكلم نفسك؟ اختطفني الروح في يوم الرب وسكب على قلبي نعما غزيرة، ناداني النور غمرني جذبني وإلى درب الرجاء دلني وقال لي: اكتب بقلم الروح ما سيقوله للكنائس. الشعب السالك في الظلمة أبصر نورا عظيما، والجالسون في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور. We'll be right back.
من هو أهل لفتح الكتاب وفض الأختام؟ لا أحد يستطيع أن يفض أختام الكتاب فيكشف للمحزونين والمتألمين عن إرادة الله. فمن يستطيع إذن؟ لا تبكي يا يوحنا، ها قد غلب الأسد من سبط يهوذا ذرية داود، فسيفتح الكتاب ويفض أختامه السبعة. يوحنا، ماذا رأيت؟ ومن الذي كلمك؟ لما تبكي يا يوحنا؟ أرني مشيئتك يا رب، افتح لي سفر حياتي لأفهم كنها وجودي. يا رب اكشف لي إرادتك فيما يدور حولي من أزمات وصعوبات. نعم يا يوحنا، اسأل الله لعله يفك أسرنا ويدلنا على مخرج من هذه الأزمة التي تزداد ضيقا يوما بعد يوم. يا من تمسك الكواكب السبع بيديك، دلني كيف أواسي من شاهد القتل والتهجير. أيها الأول والآخر، ضع كلامك في فمي وروحك في قلبي يا صاحب الأرواح السبعة. ثبتني في هذه الأوقات العصيبة لأشهد لك بكل أمانة. أيها الشاهد الأمين الصادق، ثبتني لأبقى متشبثاً بحبك كما يثبت الغصن في الكرمة. أيها الشاهد الأمين الصادق، أنت يا يسوع من علمتني لغة الثبات رغم كيد المغتاظين وتعيير المعيرين حين احتملت العذاب أمامي على الصليب. ثبتني بقربك حتى النفس الأخير. يا رب، لقد اشتدت المحنة. يا يسوع، اسمع صراخ شعبك. تعال والمس جراحنا الأليمة، تعال سريعا سريعا، فقد اشتاقت نفوسنا لخلاصك. يوحنا، اصعد إلى هنا. أيها القدوس الحق، ملك الملوك ورب الأرباب، ما أجمل السكنى بقربك، وما أروع التمتع بحنو نور مجدك. شتان ما بين السلام هاهنا في السماء وما نعانيه من فوضى واضطراب على الأرض. هل لي أن أبقى بقربك هنا إلى الأبد، أرتوي من مائك العذب المنسكب من وداعة قلبك؟ ليس بعد يا يوحنا، إن مهمتك على الأرض لم تنتهي بعد، فهناك رسالة لا بد من تتميمها أولا. يا ابني الحبيب، عزي شعبي الغارق في البلايا، امسح كل دمعة من عيونهم، أعطهم بصيص الأمل، اغمرهم برجاء غد مشرق، بشرهم بانتصار الحمل واقتراب مجيئه العظيم.
لقد كسرت قوى الشر في السماء وهزمت الحية القديمة، فكما هزم إبليس بدمي المسفوك على الصليب هكذا ستهزمون أنتم جراد هذا العصر بدمكم البريء المسفوك على عتبات منازلكم المسلوبة وكنائسكم المهدومة. لقد وصلتني صرخات دمائكم المدرجة على مذبح عطائكم، لذا سآتي سريعا كي أتربع على عرشي وأدين قوى الشر بكلمة من فمي. يوحنا، 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 ما بك؟ هي رسالة جديدة من عند الله. نعم، نعم، لقد رأيت باب السماء الإلهي مفتوحا. طوبى، طوبى للذين يموتون في الرب، فإنهم منذ الآن سينعمون بنور مجده البهي. طوبى للذين يغسلون قلوبهم بدماء شهادتهم، فإنهم سيأكلون من شجرة الحياة والخلود. طوبى للذين يفضلون الدخول من باب المحنة الضيق، فإنهم سيأكلون من شجرة الحياة والخلود، وستفتح أبواب السماء لهم على مصراعيها. طوبى للذي يقرأ ويسمع ويحفظ كلمة الله ساعة المحنة، فإنهم ولهم المجد والخلود. انظر هناك يا يوحنا. صار ملك العالمين لربنا والمسيح.
والمسيح أيها المضطهدون من أجل الحق، طوبى لكم، فإن السماء والأرض مملوءتان من مجدكم. ألا ترى الواقع يا يوحنا؟ فالسيف والقتل والهجر والدمار والفساد انتشر في الأرض كلها، وظلم الإنسان لأخيه الإنسان غيب العدالة، الجشع حرم الكثيرين من قوتهم اليومي، وكثير من المرضى يموتون دون أن يجدوا لمسة حنان في لحظاتهم الأخيرة. لقد نبهنا الرب في رسائله السبعة أن مجمع الشيطان سيعمل ضد أبناء الله ويوقعهم في شراكه في زمن المحنة العظيمة، فهو كأسد يتحين فرصة الانقضاض على فريسته، فالذي يحصل هو شيء متوقع. وماذا تقول عن الكوارث الطبيعية التي لا ترأف بنا كفارس يضرب بسيفه بكل قوة؟ أهذه مشيئة الله لنا؟ أهذا ما عده الله لمختاريه؟ أنا لم أعد أفهم ماذا يجري، وكأن مآسي هذه الدنيا أصبحت كتاباً مغلقاً بسبعة أختام، ولا قدرة لي أن أفض أختامه، فمتى يكشف لنا الله عما يدور من حولنا لعلنا نفهم ونجد طريق الخلاص؟ لا تبكي، لا تبكي يا صديقي، الصبر الصبر، اثبت في الإيمان ولا تخف، لا تخف، فإن الله لهو أقرب إلينا مما تظن، إنه عالم بكل ما يجري، وسيأتي سريعا لينزع الظنا عن جباهنا، سيبدل أحزاننا بترانيم فرح لن تنزع منا، سيبدل أهواننا بكرامة وأشواكنا بأكاليد انتصار. هذا وقت الرجاء يا صديقي، هذا وقت الرجاء يا صديقي، ثق بحضور الله. أو تترك الأم أطفالها؟ حتى وإن تركتهم فالله لا يتركنا أبدا. إلى متى نصبر يا يوحنا؟ إلى متى نصبر؟ إن الله يعلم قلة عددنا، وما هذا في رسالته لأهل فيلادلفيا يذكرنا من جديد برسالة المحبة الأخوية التي علينا أن نعيشها في زمن العنف هذا. كيف لنا أن نكون رسل سلام في وقت انعدم فيه الأمن والأمان؟ أخبرني يا يوحنا، أخبرني يا يوحنا. أيها المتألمون النائحون في وحل الغريق بين هبات الحروب والطاعون، كفاكم صراخ وذعر، إنكم رغم البلايا بختم النعمة ثابتون. ألا ترونه وراء الأفق شمس العدل قادم على عجل، وبيده المنجل ليدين الكون؟ افرحوا، إنه آت فاذ النفوس الصابرة، القوي الجبار، الكائن والذي سيكون. يوحنا، 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 ما أجمل كلامك، ولكن أريد أن أعترف لك أمام الرب بأني غير قادر على الثبات في إيماني، فنفسي تأخذني أحياناً فوق السحاب ومرات كثيرة تحت الأرض. إيماني بارد وفاتر، لا أدري كيف أشعله وأجعله ملتهباً بنار حب الله. لقد جعلتني أفرح للحظات سرعان ما تبخرت بمجرد الشك، وعاودني الغضب واليأس، فماذا أفعل يا يوحنا؟ انت على صفير الرياح وزعيق الأبواق، فتح الموت فاه وانتشر الشر واشتدت الأزمان.
صفير الرياح وزعيق الأبواق، فتح الموت فاه وانتشر الشر واشتدت الأزمة. لا يرعبنكم من ينقض عليكم كالوحش المغلول، فقد غلب الحمل الذبيح وسينتهي زمن النقمة. لا يرعبنكم من ينقض عليكم كالوحش المغلول، فقد غلب الحمل الذبيح وسينتهي زمن النقمة. إنه آت سريعا ليعزي نفوسكم، إنه آت سريعا ليعزي نفوسكم، لملكه لا انقضاء، لملكه لا انقضاء، وسيملك معكم على كل الأزمان، ويفيض بالنعمة، ويفيض بالنعمة، ويفيض بالنعمة. لكم في عرش السماء هيكل ارتقاء، موعد لقاء بذبيح أنتم به مخلصون. يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء الدهور، قد أعدت للفقراء والجياع مائدة غنية بالأطياب، قد دقت الطبول وحان عرس الحمل، نفوسكم تزينت بالعطر وثياب الكاملين. هو ذا مسكن الله مع المفتدين، يفوح بانعتاق المسميين، بنشيد جديد ستنشدون أجمعين. الشمس والقمر، آية عظيمة قد ظهرت في السماء، فتاة ملتحفة بالشمس والقمر، مكللة بالمجد، مزينة بالبهاء، مكللة الشر والخطر، حفلة تصرخ من ألم المخاض، تنتظر بشوق مولود الذكر، تجوب البراري بحثا عن الأمان، تجوب البراري بحثا عن الأمان،
يوحنا، ما بك؟ هل اختطفت بروحي من جديد؟ وماذا رأيت هذه المرة؟ لقد سمعت سبعة أبواق تخرج من هيكل الله الذي في السماء، ثم رأيت سبعة أكواب مملوءة من غضب الله المنسكب على قوى الشر، وبعد ذلك رأيت امرأة ملتحفة بالشمس وتحت قدميها القمر تتصارع مع ثلاث وحوش شريرة قبيحة المنظر. سبعة أبواب وغضب المسكوب، ما معنى هذا يا يوحنا؟ إن السبعة أبواق هي إعلانات الله المتتالية لبني البشر كي يستعدوا للتوبة والاستقبال السيد المسيح القادم. والأكواب السبعة هي غضب الله، تشير إلى غضب الله، تشير إلى عدم رضا الله عن الخطيئة، لذا هو آت لينزعها بقوة. ولكن يا يوحنا، جميعنا خطأ، فهل سيسكب علينا نحن أيضا هذا الغضب الإلهي؟ صحيح أننا خطأ، ولكننا نرفض الخطيئة أن تتملكنا وتسيطر علينا تماما كالمرأة الملتحفة بالشمس وتحت قدميها الوحوش الثلاثة. فهذه المرأة هي نحن، هي الكنيسة، تجاهد وتصارع قوى الشر وتدوسهما تحت قدميها، لأنها ترفض أن تخضع لسلطان الشر، لأن نعمة الروح القدس تحفظها وشمس البر يملأها. ومن هذه الوحوش يا يوحنا؟ الوحش الأول هو الحية القديمة، إبليس الساقط من السماء، والوحش الثاني هو رمز الإمبراطور وكل قوة ظالمة تأتي لمحاربة الكنيسة. أما الوحش الثالث فهم من يدعون كذبا أنهم أنبياء. ولماذا عددها ثلاثة فقط؟ عددها ثلاثة لأنهم يريدون أن ينتزعوا من قلوب الناس إيمانهم بالثالوث الأقدس، الآب والابن والروح القدس، واستبدالها بثالوث الشر. إلى ماذا تسعى هذه الوحوش يا يوحنا؟ تسعى هذه الوحوش إلى أخضاع أبناء الله لها وإزالة كل ما هو خير وجميل على هذه الأرض.
كما أنا خائف يا يوحنا. لا تخف، لا تخف ولا تيأس يا بني، فاليأس هو أساس الخطيئة. حينما نترك الله ونفقد الرجاء نتوه ونضعف، حينما نترك الله ونفقد الرجاء نتوه ونضعف. كم أتوق إلى أن أحمل على ذراعي إله الحبيب وسط هذه الاضطرابات، فأحلق كنسر في سماء الروح. كم أحتاج لأن يقوى إيماني يا يوحنا. إن إيماننا ورجاؤنا هما مشعل نور يضيء عتماتنا، وإبليس ابن الظلمة يجول كأسد زائر ملؤه الحماس ليخيف أبناء الله ويوقعهم في شباكه، ولعله يحبط صبرهم ويخضعه لسلطانه. يا رب أعني كي لا أسقط في فخاخ إبليس المنصوبة حولي. أنا إنسان مسكين يا رب، كثير التردد وقلبي هش ضعيف، فتعال يا رب إلى قلبي البارد كالقمر واشعله بنور شمسك وحرارة حبك يا الله. لو أعلم متى سيأتي يوم الرب هذا يا يوحنا. في كل مرة نختبر فرح العبور من اليأس إلى الرجاء يكون علامة لهذا اليوم، فالله قريب منا، هو في قلوبنا ويعطينا باستمرار الأمل والرجاء بغد مشرق. إذا كان الله معنا فلماذا لا نشعر بحضوره بشكل ملموس يا يوحنا؟ لا يشعر البعض بحضوره لأنهم لا يملكون البصيرة الروحية، فقد عماهم ضباب الكسل والشك والكبرياء. إذا أردت أن ترى الله عليك أن تندهش بالرب كطفل بريء ارتمى بين أحضانه وتلذذ به، فطوبى لأنقياء القلوب إنهم يعاينون الله. وكيف لنا أن نكون أطفالاً في هذا العالم البائس؟ الوحوش من حولنا في كل مكان. لقد هزمت الوحوش وسيأخذ كل واحد منهم جزاءه العادل بين يدي الله، ولكن طوبى لمن لا يعثر، والطوبى الأكبر لمن عثرت رجلاه ولكنه استطاع النهوض من جديد. فباب الرحمة الإلهية مفتوح على مصراعيه. أنا أعلم أن الله معنا وهو بقربنا، وأنا أؤمن يقينا بذلك، ولكنها تنهيدة الألم تخرج من صدري. عسى الله المحب أن يتقبلها مني كطفل يحدول خطواته في سلم حبه. هللويا يا صديقي. يا قوي يوحنا، يوحنا. نعم. أنا أسمع صوت عرس وزغاريد يا يوحنا. نعم، إنه عرس. لقد أعدت مائدة في السماء والجالسون عليها هم كثر، لقد جاءوا من كل مكان. لقد تألموا هنا على هذه الأرض، ولكنني لا أرى أي من علامات الألم على وجوههم، فقد مسح الحمل الحزن من قلوبهم، فلا ألم ولا حزن ولا مرض ولا موت في حضرة الله القدوس. يوحنا، يوحنا، أنا أرى جمعا كثيرا يا يوحنا لابسين حللا بيضاء، ولكني لا أراهم بوضوح، فهل لك أن تخبرني بما ترى يا يوحنا؟ إنني أرى العريس بأبهى حلة
وجهه مشرق كالشمس وبابتسامة جميلة يستقبل مدعويه الذين جاءوا ليشاركوه بعرس الحمل. لقد تزينوا بثوب أبيض ناصع البياض، فلقد خلعوا رداء الفناء والألم ولبسوا ثوب المجد والخلود. إنهم يدخلون إلى حضرة الله بطوابير طويلة من الأبواب الإلهية الاثني عشر ليجلسوا على مأدبته. نعم، إنه عرس الحمل. لقد انتصر إلهنا على قوى الشر. نعم. آهٍ يا رب، آهٍ كم أشتاق أن أجلس في حضرتك يا الله. ماران وآتا، تعال أيها المسيح الرب سريعاً، فأنا في أشد الاشتياق إليه. داري فتح الأفق بابه وأزهرت دماء الشهداء، أمطار الفرح والشوق نثرت في كافة الأرجاء. عم النور في المعمورة وأوراق الشجر تهتز مسرورة. شعب الله يرقص فرحا بالسكنى مع الحمل في ملكه أبدا. الرعاة يطربون والخراف مخلصون، والملائكة بصوت واحد يرنمون: قدوس 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 لرب واحد حنون. عم السلام في الربوع، لا طفل يموت بالجوع، لا ألم يوجع، لا حزن يدمع، ولا مرض بالأجل يسرع. هنا يربض الذئب مع الحمل، وهنا الرجاء، وهنا الأمل، وهنا العريس يسكن وسط شعبه الذي اكتمل. هو عرس السماء، هو لقاء الأحباء، هو حب ينسي الحبيبة كل ألم وشقاء. ختم الحمل على قلب الكنيسة حب أبدي ليس له من انقضاء. أمطار
البشري مسرورة عما النور المعمورة أوراق الشجر مسرورة شعب الله يرقص فرحا بالسكنى مع الحمل أبدا أناح الأفق بابا أزهرت دماء الشهداء أمطار الفرح والشوق نثرت في كل مكان الرعاة يطربون والخراف مخلصون الرعاة يطربون والخراف مخلصون والملائكة بصوت واحد يرنمون قدوس 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 لرب واحد وحنون قدوس 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 لرب واحد وحنون بابا أزهرت دماء الشهداء أمطار الفرح والشوق نثرت في كل مكان عم السلام الربوع لطفل يموت جوع عم السلام الربوع لطفل يموت جوع لا ألم يوجع لا حزن يدمع ولا مرض بالأجل يسرع السماء هو ذا لقاء الأحباء هو ذا عرس السماء هو ذا لقاء الأحباء وحب ينسي الحبيب كل ألم وشقاء